أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها الجمعة لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. جاء في البيان الصادر عن المجلس أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء الجمعة ليلة السبت 29 من رمضان 1441 هجريا الموافق 22 من مايو 2020 لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال. وطلبت الهيئة ومن لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية للإبلاغ عن ذلك. مشكورا مأجورا.